في عمق قرية الخشيبة تحت يقف طريق حل وحيد شاهدا على معاناة سكانها اليومية. هذا الطريق اللي كان يوم وسيلة اتصالهم بالعالم أصبح اليوم مصدر عزلتهم عن العالم. ما القصة وما هي التفاصيل؟ نستمع في التقرير التالي. هذا هو الطريق الذي يربط قرية الخشيبة تحت بمحافظة جرش، والتي تبعد عن مركز المحافظة بمسافة تقدر بأكثر من 35 كيلومتر. منذ 50 عام على أقل تقدير تم إنشاء هذا الطريق، والذي يعاني في هذه الأثناء من تكسرات وحفر موجودة على امتداد هذا الطريق. عدد من المواطنين قاموا بمغادرة هذه القرية نتيجة هذا الطريق، لأنه يعد هو العصب الرئيس الذي يربط هذه القرية بكافة القرى المجاورة ومركز المحافظة. احنا يا سيدي من 5 سنين بنعاني من هاي الطريق، واكثر من 150 دفتر عيلي صار راحل، 90% من رحيلهم سبب الطرق. وقلت المواصلات بباص واحد، وانت شفته وصورته، الناس من قلت المواصلات ومن بعد المسافة، احنا 35 كيلو عن المحافظة، وشفت الطريق كيف خربانة وكيف السيارات كلها تقطعت. الباص صاحب الباص بقول لك يا عمي انا نهار اشتا ما بطلع باصي، لا اجيب ودبر معلمينك ودبر طلاب الجامعات ودبر الجيش اللي بكون مروح وبده يلتحق بقواتنا المسلحه او اجهزتنا الامنيه. احنا بنعاني كل يوم، الطريق محفره، جوار على طول الطريق، وال يعني حتى المعلمين معانا، المعلمين صاروا يدوروا على نقل مع انها قريه نائيه، يعني بتتعبهم الطريق وهم رايحين جايين من كثر الجوار، من كثر الحفريات اللي فيها على طول السنه، يعني مش يوم مثلا انه فتره صيانه، على مدار السنه وما حدا مستجيب. نحن كل يوم سبت باصنا بروح على التصليح، بضل من الصبح للمغرب مشان نضل محافظين عليه، نقدر نضل مشغلينه. والجمعيه اصلا بتدعي انه بدهم يوقفوا الهاض مع بدايه السنه، ما في باص خلص، يعني بقول لك انا اللي بجيبهم من هون قاعد بحطهم على الباص صيانه، فليش اشغله واحطه وادفع ايجار سايق من جيبتي؟ فخليه صاف. لا ما في باص، ما في، وحيد على القريه كامله وحيد. رغم المطالبات المتكرره من الاهالي لتعبيد الطريق وتحسينه، لم تجد نداءاتهم استجابات تذكر من الجهات المعنية. رجعنا من سنوات عدة محافظين وعدة وزارات ومواعيد، بداية الأمر كانت مشكلة ما بين الأشغال يقولوا على مناش فيها، ووزارة البلديات يقولوا ما ناش فيها، آخر إشي تبين إنها على البلديات، والمسافة كلها بسيطة عبارة عن كيلو ونص، مش هالإشي الكثير. نطالب الجهات المعنية تثبيته على الموقع الحالي وتثبيته. الطريق أيضا هذا يمر منه يوميا المئات باتجاه وظائفهم وباتجاه مراكز عملهم. الطريق ممكن أنه كان، لو كان أفضل مما هو عليه الآن، بقلل الوقت والجهد والمسافة، وكمان بقلل التكاليف. قرية الخشيبة تحت تقف اليوم على مفترق طرق، ليس فقط جغرافيا بل وجوديا. طريقها الذي كان يوما مصدرا للحياة بات مصدرا للقلق، فهل تتحرك الجهات المسؤولة لإنقاذ هذه القرية أم أن على باقي السكان الرحيل؟ صهيب المومني، رؤيا. إذن نحول هذه التساؤلات إلى ضيفنا السيد عقاب برماوي رئيس بلدية بورما. كل التحيات أستاذنا، استمعت إلى التقرير وإلى شكاوى المواطنين، تعليقك. ألو، مرحبا أستاذنا. يا هلا فيك، يا مرحبا. نعم، يا مرحب. تعليقك على مطالب المواطنين. أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نبدأ الحديث بسم الله. يا أختي، ألو. نعم معك، إحنا تفضل. أول شيء أنا من سياق الحديث اللي سمعته، أنا المحامي الدكتور عقاب السلامات رئيس بلدية قضاء بورما. نعم، أهلا وسهلا. رئيس بلدية الخشيبة لحالها، أنا رئيس بلدية للقضاء كله. نعم، عرفتي كيف؟ فهاي الطريق اللي حدثوا عنها
في التلفزيون وتحدث عن الأقصى هاي بتحدثوا عنها المخاتير تبعين خشيبة سواء كانوا بلاوني ولا صمدية، بقولوا ما بين برما ما بين خشيبة وجرش. نعم. وهذا الحكي مش صح، مش خشيبة وجرش، إنما هاي طريق بتعدي من خشيبة باتجاه عجلون. هاي أول نقطة في الموضوع، إنه يعني مش واردي مع جرش. اثنين، أنا بدي أحب أقول لك هاي الطريق مفتوحة منذ 30 أو 40 عام سابق، وقد قامت بفتحها وزارة الأشغال العامة، وليست شارع أو طرق طريق مطلوبة من البلدية. إحنا ما بنكر إنه هاي الطريق ضمن قضاء برما، هاي ضمن قضاء برما، لكن يا أختي هاي الطريق زراعية وليس تنظيمية، واللي قام على عملها الأشغال العامة. أنا السنة صحبت المحافظ اللي هو فراس بيك الفعور، وصحبت المهندسة مديرة أشغال جرش، وطلعنا على الطريق لأنه الأشغال هم الذين قاموا على فتح الطريق وتعبيدها. نعم. إذن هذه طريق، عشان نحن نكون فاهمين كل التفاصيل، هذه الطريق هي طريق زراعية، زراعية وليس تدشينها. نعم، وتم تدشينها وفتحها من قبل وزارة الأشغال. نعم، وليست تنظيمية. نعم. لو سمحتي لي شوي خليني أوضح لك عن الطريق. نعم. هذه الطريق ليست تنظيمية، طريق زراعية، واللي أنا أخذت المحافظ ويعني مع احترامي له بصحبته، وطلعت معنا مديرة الأشغال ثم مدير القضاء مرة ثانية ومهندسين من الأشغال، ولما كشفنا على الطريق تبين أن الطريق هذه مفتوحة بغير مسارها اللي على الورق. تمت رفع قضايا على الأشغال العامة من قبل ناس، واحد اسمه فراس إفرحات رفع قضية وحكم الأشغال العامة بالطريق الموجودة في أرضه، وقاموا الأشغال على تعديلها قبل فترة زمنية، والآن المواطنين أمام المحافظ وأمام مدير القضاء وأمامي أنا كرئيس بلدية هددوني بأنه إذا بدك تعمل في الطريق هاي أي شيء راح نرفع قضية، وبهددوا بإغلاقها. فلذلك الطريق ليست طريق تنظيمية يعني تحت سيطرة البلدية أو من شأن البلدية العبث فيها. الطريق زراعية وغير وليست بمسارها الصحيح. الطريق إذا بدنا نرجع ونحطها في مسارها الصحيح بدنا نخلع شجر ونقلع حجر ونهد ونمد في الطريق حتى تكون الطريق في على واقعها الصحيح وعلى وضعها الصحيح. فأنا الآن يعني بعلم المحافظ وعلم مدير القضاء وعلم مديرة الأشغال، أنا ما عندي قدرة أفتح الطريق في الوقت الحاضر. وتحدثت مع زملائنا في اللامركزية في مركز في مجلس المحافظة، والله أنا بصحبة واحد منهم قاعد معي الآن في المجلس اللي أنا قاعد فيه اسمه زياد الدرويش البرماوي، قلت يا أبو طارق بدكم تخصفون على عام 2025 مبلغ من المال حتى أعيد الطريق في مسارها واتقي شر المحاكم. فأنا يا أختي موظف باعتبار لا أستطيع أن أقدم على شيء وأغلط فيه ثم أحاسب عليه. الطريق بغير مسارها والطريق مفتوحة من قبل وزارة الأشغال. نشكرك. وأنا والله في الوقت الحاضر عاجز إني أعمل على مستوى الترقيع إذا بدي أرجع هاي الطريق. نعم، وصلت الصورة بالكامل. أستاذنا كل الشكر والتقدير لوجودك معنا، وبالتأكيد رح نتابع أيضا مع الأشغال هذا الملف. كل الشكر لوجودك معنا.